ولد الهدى فالكائنات ضياء، ذكرى مولد خير الأنام وأشرف خلق الله، مناسبة تم أحياؤها بجامع الجزائر، حيث ذكر عميد جامع الجزائر بالسيرة النبوية العطرة لرسولنا الكريم مبرز الرمزية الاحتفالية التي تحييها الجزائر على غرار العالم الإسلامي. نحمد الله تعالى أن نشهد وإياكم هذا الاحتفال الذي يقام في جامع الجزائر، يقام في هذا الصرح الحضاري الشامخ بعد افتتاحه، ليكون بإذن الله جامعا للجزائر. أوقات سانحة لهذه المجالس المولدية، وهي من أفضل وخير لقاءات المؤمنين في بيوت الله، يستمعون فيها إلى ما يزيدهم معرفة بدينهم، يتعلمون فيها سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يتعرفون عن شمائله، عن مكارم أخلاقه. الاحتفالية التي أشرف عليها الوزير الأول بتكليف من رئيس الجمهورية وبحضور أعضاء من الحكومة، عرفت تكريم فرسان القرآن الكريم الفائزين في المسابقة القرآنية لمولد النبوي الشريف. تحصلت بفضل الله على المرتبة الأولى، ونطمح بإذن الله إلى المزيد من النجاحات والتفوق في قادم المواعيد. الحمد لله على هذا الفضل الذي من الله عز وجل به علي، والشكر للوالدين ولكل مشايخي، والسلام عليكم ورحمة الله. تحصلت على المرتبة الثالثة في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، والحمد لله. وأكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم. تعهدوا بالمواصلة في حفظ كتاب الله وتفسير آياته ودراسة علومه. الحمد لله الذي وفقني لهذا، وما كنت يوفق لولا أو وفقني الله. تحصلت على المرتبة الثالثة. هي وقفة عند القيم الإنسانية التي يتميز بها الدين الإسلامي الحنيف، ولعل مجالس الذكر والخير هذه إحدى القيم المرسخة لمحبة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام.